أهلا بكم من جديد. يسبب ضرس العقل إزعاجا للكثيرين، خاصة وأننا نضطر إلى خلعه في سن متأخرة، وعادة ما يشكل خلعه هاجسا للمريض لأن العملية تسبب الكثير من الألم. ولكن هناك وسيلة جديدة لخلع ضرس العقل عبر الليزر. للحديث عنها ينضم إلينا الدكتور إيهاب ويليام، عضو الجمعية الأمريكية لطب الأسنان. صباح الخير دكتور إيهاب. صباح النور سارة. خليني أبتدي وأسألك، هل كل ضرس عقل لازم أساساً ينخلع؟ لا، أجمالاً نحن بس ما يجي عن المريض لعنا على المركز بنقول له أول شيء بنفحص بنشوف الصورة. إذا في أي ألم أكيد بنشوف السبب من وين. إذا السبب من الألم من الضرس العال بيكون بده خلع. إذا ما في أي ألم، إذا الضرس موجود وعم يستعمل أوكي والمريض عم يستعمله عادي عم بيأكل عليه يعني، فما في أي ضرورة لخلعه. أيوة. طيب شو الأعراض اللي من خلالها يتبين إنه في التهاب بضرس العقل؟ صحيح. هلا المريض مثلا بيقلنا في عندي وجع بالرقبة، وجع صداع بالرأس، عندي مثلا في جلل بتطلع هون او تحت المانديبولا بنسميها هون، هيدي معناتها في عندنا انفكشن بالمنطقه. اوكي، بحس المريض اوقات كمان انه في ضغط بالسنان، سنانه كثير ضايقين على بعض، في وجع جوا باخر منطقه من الضرس. اوكي، هذه كلها عوارض. كمان بيطلع اوقات ريحه، اوقات بيصير في باس صديد بيطلع من وراء اللثه، حد اللثه، هذا كله عباره عن انه في الضرس العال بده يطلع او في مشكله مش عم ممكن يطلع، فنحن نجي بنساعد الضرس العال حتى يطلع. ايوه نعم. طيب لما تكون في هذه الحالة في التهاب، إيش الطرق المعتادة اللي بتتم فيها يعني ممكن خلع ضرس العقل، يعني غير الطرق اللي هي، إيش الطرق المعتادة وإيش في شيء جديد بدأ؟ نعم، هل نحن ليش منزيل ضرس العقل؟ لأنه هو يا بيطلع بيكون طالع غلط يعني هوريزونتالي بدل فيرتيكالي، بدل ما يطلع جالس عم بيطلع أعوج، أو عم بيطلع هوريزونتالي ما بيقدر، ما عنده مسافة يطلع فيها لأنه في الضرس لحده، فنحن بدنا نفتح له المجال بإزالة اللثة وإزالة، يمكن يكون كتير هو غميق بشكل نحن بدنا نفوت نغمق وتنشيره. أوكي، فهيدي العوارض كلها بتزول لما منشيل ضرس العقل ومنشيل الإنفكشن معه. طيب أنا بس قبل ما أسأل السؤال التالي لابد أنه أشير على أنه إحنا بالجزء الثاني من الشاشة، طبعا بسبب وجود أو تجدد القصف طبعا على حي بابا عمر في حمص كما نشاهد في الصورة، لأنه لا يمكن أن نكون بمنأى عن الأحداث، فقط للإشارة بأنه ننقل هذه الصور بشكل مباشر من حي بابا عمر. طيب ربما نتحدث بإسهاب أكثر مع زملائنا أو زملائنا يعني نتحدث مع مراسلين هناك. عودة إلى الموضوع دكتور، طيب الآن شو الجديد في إزالة ضرس العقل؟ الجديد هو عبر تقنية الليزر. في عنا نوعين من الليزر، في عنا الليزر اللي هو بنسميه أندياج. ليزر أندياج هو soft tissue laser، بيشيل الصف تيشو يلي هو بيكون أول جزء يلي هو مغطى الضرس، هو ضرس العقل بيكون تحت، إذا نعتبر ضرس العقل تحت اللثة أو تحت العظم. الأندياك ليزر بيشيل أول طبقة يلي هي اللثة، وعندنا تاني ليزر يلي هو اسمه أربيوم. الأربيوم هو عبارة عن نوع معين من الليزر بيشيل العظم بشكل أنه المريض ما بيحس بشيء نهائياً. وأهم شيء أنه هالعوارض اللي عم بحس فيها بتروح تدريجياً وبسرعة أكثر بكثير من الطريقة الاعتيادية اللي هي شق وخلع ويعني هالقصص يلي نحن ما منحبها يعني عادة. طب دكتور احنا يعني اعتقد انه مضطرين انه نكتفي بهذا القدر من هذا الحديث الطبي، لانه مضطرين ان نذهب أكيد الى حمص وحي بابا عمرو على الاغلب يعني استكفينا الحديث. في شيء انقطع الاتصال؟ شكرا. طب انقطع الاتصال معناها نسهب او نكمل بعض الشيء. نعم. ساره كنت بدك تسالي على ما اعتقد. العمليه تبعت الليزر قد ايش الشخص مثلا يعني الالم الدوريشن او الوقت، تفاصيل العمليه؟ هلا التفاصيل العمليه هي اول شيء الليزر هو اسرع بكثير من قصه الشق والخلع والهيدا، وبعدين ما في الم، وبعدين الحلو بالليزر انه من بعد ما نخلص العمليه المريض بيشفى بسرعه، يعني نحن بنعرف انه بده يقعد المريض بالبيت 10 ايام 15 يوم مورم وجع بده ياخذ كثير ادويه. الليزر حلو فيه انه بيطهر الانفكشن الموجوده، كل شيء التهابات بسرعه. الليزر حلو فيه انه بيشق اللثه من دون وجع وبيختمها
كمان بنفس الوقت. اوكي، والليزر الحلو فيه انه بيشيل العظم، اوكي، يعني بتبخر مثل ما بنسميه. فما بيترك اثر لشيء، ما بيترك عوارض بتطول مثل ما العمليات البدائيه اللي بتكون عاده. طب شو ممكن يصير بعد العمليه؟ يعني خلص المريض يشفى ولا ممكن انه يحدث شيء اخر؟ هلا اكيد بس منزيل عظم، اوكي، اذا كان ضرس العقل كثير غميق بشكل انه في عظم بيغطيه، فمجرد الطبيب شال العظم من العظم، المريض بده يورم، هذا شيء طبيعي. نحن دائما بنقول للمريض اول يوم بتحط ضمامات ثلج بارده جدا على خدك، اوكي، حتى قد ما فينا نخفف الالتهاب اللي ممكن يصير، وطبيعي جدا يصير. بعدين ثاني يوم ببلش الالتهاب، او مش الالتهاب، الورم، اوكي، الورم كثير طبيعي من جراء العمليه اللي صارت. بس هون بدنا نلفت نظر المشاهدين انه من وراء الليزر هالفتره يلي هي اسبوع عم تتقلص كثير، عم تصير يومين ثلاثه تقريبا، لانه الليزر سريع وبيطهر المحل يلي عم نشتغل فيه بشكل يعني فظيع. طب وتكلفة العملية هل عادة مثلا بتكون أقل من الطرق المعتادة؟ هل أكيد تكلفة العملية بتتبع الإجراءات والمكانات اللي عم نستعملها، أكيد رح تطلع نسبتها، بس نسبة للأوجاع والأورام يلي بيعانيها المريض فنسبيا مش رح تكون مكلفة. بعتمد أي دكتور بعمل لك إياها. طب دكتور، يعني فيما يتعلق بالأعمار، إنه هالتقنية مناسبة لأي عمر؟ لا يعمر، لا يعمر. بغض النظر يعني اذا كان مثلا ضرس العقل، طبعا مع انه ضرس العقل كما عرفنا انه تسميه خاطئ، يعني لا يمكن انه شخص صار بالخمسينيات وبعده مش عاقل، يعني لا علاقه. فما الهاش علاقه بالعمر. لا، هو بس نقول للمشاهدين انه ضرس العقل هو ضرس منه رئيسي، هو ضرس ثانوي جدا. لتطور الانسان صار هالضرس لا يستعمل. كان الإنسان عنده أكثر ضراس، فهذا الضرس صار ثانوي، صار لا يستعمل. هلأ إذا طلع بشكله الاعتيادي وعم يأكل عليه الإنسان طبيعياً، ما عندنا أي مشكلة، بيكون سبير لإله. أيوة. طب هل هذه التقنية مثلاً ممكن تنفع مع الأسنان الثانية؟ أكيد، طبيعي. طبيعي. فمو تستخدم يعني مع الضرس العقل؟ نعم، كل شيء فينا نستفيد من التقنيات الجديدة بتطلع نحن بنتبعها بمركزنا. يعني فيها ممكن إنه أي ضرس تعبان لازم يتخلع فينا نستعمل فيه الليزر؟ طبيعي، إذا في مثلاً راش صديد على كعبه فينا نشيل الضرس بكل سهولة ونطهر بالليزر وكل شيء بيكون أسرع. طب في حال أنه كان في ضرسين يعني بنفس الوقت وأجرت العملية، يعني بحس الشخص مثلا ممكن باختلاف أكبر، أو ممكن ببعض الآلام كونه في ضرسين؟ ضرسين فوق وتحت قصدك، يعني ضرس عقل، ضرسين عقل. هلا اجمالا نحن بننصح المريض انه يعمل ميله اليمين، اوكي، يخلص منها، لانه الالم واحد، الورم واحد. ايوه، يخلص منها، ليش بده يقعد جمعتين او اذا استعمل الليزر يعني ثلاث ايام بثلاث ايام؟ فرد مره يعمل جهه يرتاح منها، يرجع يعمل الجهه الثانيه يرتاح منها، فوق وتحت هيك بيكون انه. وبعدين في شغله انه ممكن ما يفتح تمه زياده بخلال هالاسبوع لانه في ورم، فبده يشرب سوائل مثلا، فكمان قصه الليزر كمان هالشيء بتقلص. يعني معناها منيحه بعض الفنانين مشان ما يفتحوا تمهم، خليهم بهالاوضاع ما يورطوا حالهم بالتصريح. مثلا اقتراح جيد. طيب ايش النصائح اللي بنقولها لل